تحية طيبة للجميع أعزائي هواة الراديو أينما كنتم. اليوم لدينا راديو سانيو عملاق، وهو سانيو ترانس وورلد، سانيو عبر العالم، راديو متعدد الموجات كبير الحجم. صنع هذا الموديل العام 1967، وهو 18H815. يحتوي هذا الراديو على 18 ترانزستور وأيضا على 6 موجات. كما تلاحظون هو من فئة الأحجام الكبيرة والمتعدد الموجات LW, MW, SW1, SW2 وأيضا نطاق 49 متر، الموجة القصيرة وموجة FM. تظهر هنا أيضا الموجات، كبسات أو أزرار. هذا الراديو مصنوع من مواد ثقيلة، وهي الخشب والجلد وأيضا الكروم، ثقيل جدا. نلاحظ هنا أزرار ومفاتيح كثيرة، مؤلفات. هذا AFC مؤلف موجة FM التلقائي، فاين تونينج محسن المؤلفة، سكويلش أيضا مقلل الضوضاء، تريبل هذا المنعم الصوت، وهذا مضخم الصوت. هنا التشغيل والصوت، هنا إنديكيتر، هنا مستكشف الإشارة وأيضا طاقة البطارية، وهذا التونينج المؤلف لموجات الـ LW و MW و SW1 و SW2. المؤلف الآخر وهو لموجة FM ونطاق 49 متر. هنا نشاهد زر إضاءة، وهذا إضافة إلى زر الأوتو، هنا موجود استكشف أو مؤلف تلقائي. نلاحظ هنا الراديو يحتوي على عدد 2 من الهوائيات، هذا للموجة القصيرة والآخر لموجة FM. ثقيل جدا. مدخل للهواء الإضافي، نلاحظ هنا أيضا التسجيلات الصوتية، مثلا تيب ريكورد وراديو ريكورد، نحمل بيانات الراديو هنا. نفتح الغطاء، فتحنا الغطاء الآن، ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا هنا 3 ملفات فرايت، الخلفية الثالثة في الخلف، 8 بطاريات كبيرة، بيج سبيكر ما شاء الله، هذا الإطار الخشبي من الداخل الخشب، الآن نقوم برفع الهوائيات. زر الإضاءة شغل الآن، ونبدأ بموجة MW. الله أكبر. أسرد الأخبار والدة والوالدة أيضا. تسمعون هذه الصوت، هذا صوت البرق، يعني في أمطار على منطقة مكة المكرمة. بشهادة القدم والذراع الأشياء والاهتمامات اللي هم نفسهم. مؤلف ل
للموجات التي ذكرتها الموجات الأعلى، وهذا موالف للموجتين FM و 49 متر. عندما نسمع هنا راح نحاكي أصحاب القصص ونرصد فصولها بكل ما فيها من أماني مستحيلة وخبرات متراكمة ورغبات تواقة للتغيير. يا بس، ولكن عشان يمرر تجاربه واللي تعلمه للآخرين. إذن يا صديقي، جميل جدا، ما شاء الله، صوت فخم. نجرب الآن الموجة القصيرة. طبعا هنا تغطية الموجة القصيرة من 2300 إلى 22000 ميجا سايكل، طبعا وحدة قياس الموجات القديمة الميجا سايكل والكيلو سايكل. جاءت شكوى إلى رجل وكيل يبدد ثروته قادوي لسيئة ما كباه المهين. هذه إذاعة حول العالم الموجة القصيرة. ما هذا الذي أسمعه؟ أعلنت قدام الحساب انسان کا فطری حق ہے، اسلام اس پر قطعا عائد نہیں کرتا، البتہ وہ ان کوششوں کے خلاف ہے جو معاشرے کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے اور بالآخر اسے تباہی اور بربادی سے ہمکنار کرتا. ماشاءاللہ، راڈیو عملاق فی الاداء، ایضا عملاق فی الحجم، ماشاءاللہ تبارک اللہ. هذا الراديو وصلني ليلة البارحة من بريطانيا، وقد تم شراؤه عن طريق موقع إيباي. كلفني تقريبا 120 دولار مع تكاليف الشحن والسعر. راديو منتهى الروعة والأناقة، راديو صنع للتاريخ من شركة سانيو العريقة، والتي أنا شخصيا أفضلها، وهي الشركة اليابانية الأولى بالنسبة لدي. طبعا موديلات الستينات والسبعينات خاصة. إلى هذا العرض ننتهي من تقديم هذا الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ويحوز على رضاكم، وتحياتي لكم.